كتير قوي. انا الحقيقه عايز بدايه اهنئ ابنائي والمعلمين واولياء الامور ببدء العام الدراسي غدا. كنت اتمنى الحلقه تبقى بدري عشان اولادنا يبقوا صحيين. اولياء الامور صحيين. تمام. انا معايا سيل تليفونات جوه، لو تحب اولياء الامور يكلموا حضرتك يقولوا لك وعايز اقول لهم ويسالوك اتفضل. كل سنه وهم بجد طيبين. وان شاء الله ان شاء الله جميعا نشهد عام دراسي مختلف. وده اللي انا عايز اوضحه النهارده في الحلقه. عايز اقول ان احنا مش همنا ابدا ان احنا نودع معلومات في عقول الطلاب، بل لازم نساعدهم على بناء معرفتهم بانفسهم، لان ايداع المعلومات في عقول الطلاب بتصنع قوالب متكرره، ونحن الان لا، هذه القوالب المتكرره لا تلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين. يعني انا عايز اتكلم كتير في هذا الموضوع. طيب. عندي مجموعه رسائل لاولياء الامور، للتلاميذ، للمعلمين، للاداره. طب اسمح لي ابدا باللي حضرتك قلته دلوقتي. انا بقى يعني بعتقد ده من اهم النقاط في المنظومه التعليميه. تمام. الطفل ازاي المنظومه التعليميه اللي دلوقتي شغالين عليها، اللي الدكتور طارق شوقي بيقودها وحضراتكم جميعا في ظهره كده تيم واحد، الطفل ازاي هحوله من الدش والحفظ والصم. تمام. وفي اغلب الاحوال انا مش فاهم، انا بقعد احفظ كلمتين كويس عشان ادخل بس اكتبهم في الامتحان، ازاي هحوله لطالب بيفهم، بيشغل دماغه، مسابقات علميه، عايز يدخل على الانترنت عشان يفهم، علشان هو تقييمه في الامتحان هيبقى على الفهم مش على الحفظ. التحول ده يا دكتور صعب جدا انه يحصل. لا ان شاء الله. لا 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 ان شاء الله يحصل، باذن الله هيحصل. انا بقول اهو، وانا رئيس قطاع التعليم العام ومجموعه الناس في الوزاره والسيد الوزير، هيحصل باذن الله. انا عايز بس خليني يعني اكلمك كده بالراحه واكلم الساده المشاهدين، هو يعني ايه تعليم اصلا؟ هو اعداد الفرد للحياه، بالذات التعليم قبل الجامعه. اعداد الفرد للحياه. تخيلي حضرتك لو انا عندي ابني او ابن حضرتك وانت قاعده تخليه همه الوحيد انه يحصل معلومات، لكن ما يعرفش يتصرف في المواقف المختلفه، ما يعرفش يروح السوبر ماركت ويشتري، لما تبعتيه السوبر ماركت وما يعرفش يشتري يبقى في حاجه هنا مشكله. التعليم هو اعداد الفرد للحياه. ما يعرفش يتعامل مع زلزال، ما يعرفش يتعامل مع زلزال، ما يعرفش يتعامل مع طفل، ما يعرفش يتعامل مع اقرانه والمشاكل المختلفه، ويعرف يميز بين الصح والغلط. الدنيا انا مش هنفع امشي ورا ابني، انا لازم اعلم ابني التفكير الناقد، انه يقدر هو يقدر يميز بين الصح والخطا. فالحقيقه لازم زي ما بقول لحضرتك كده، تعليم اعداد الفرد للحياه، فيجب ان تكون انشطه التعليم من الحياه أو محاكاة للحياة، النشاط نفسه التعليم، مش إن أنا بقى أقعد أدخل مدرس علوم ومدرس رياضة ومدرس لغات، كل واحد يتبارى في إعطاء مادة علمية، وبالتالي ألاقي شخصية الطالب، فين بقى الطالب اللي يجمعها مع بعضها؟ واخد بال حضرتك؟ أنا بس مهم قوي الكلام ده يوصل للناس. أجمعها مع بعضها. ولذلك إحنا بنتكلم بقى على مناهج متكاملة، وحدة المعرفة، متكاملة بين عدة مواد. احنا عملناها احنا بقى لمين؟ دي فلسفة المناهج الجديدة، ان انا بعمل المناهج متكاملة في متكاملة فيما بينها، وبالتالي حققت وحدة المعرفة. فاشبه ما بقدم للدارسين او للتلامذة مواقف حياتية. طيب. وبالتالي يعرف يتصرف معي.